نعم بلا شك الحوارات المستمرة قد تنتج يعني توافق في وقت ما وفي زمن ما أو بقدر ما، ولكن التحدي اليوم الموجود هو تحدي مبني على تركة الماضي، وهذا أمر هو الذي يسبب الانسداد. أن تركة الماضي في نظر لا سيما الأخوة الكرد الذين يرون أن منصب رئاسة الجمهورية لم يكن منصبا فاعلا ناجزا بما يلبي وضع الإقليم وعلاقته في بغداد، وإنما يعتقدون أنه تحول إلى منصب شرفي وشكلي وبروتوكولي بامتياز، ويعتبرون أن تغيير هذه المهمة أمر مطلوب. التيار الصدري يعتقد أنه قدم الكثير من التنازلات وسمح لجميع القوى السياسية الشيعية بالتصدي لتشكيل حكومة أولا، ثانيا أن هذه الحكومات كلها كانت على حساب الائتلافات أو التوافقات، وكلفت التيار الصدري أمام جمهورة الكثير من اللوم والعتب، وبالتالي هو اليوم أمام منازلة مهمة، أما أن يكون ملبيا لطموحات تياره الذي يمثل مساحات واسعة من الطبقات الكادحة، أو يعتزل واجهة المشهد في تشكيل حكومة. وبالتالي هذه اللبنة أو هذه الانطلاقة للتيار ليمثل وجهة يعني رؤية وطموحات قاعدته، واجعل السيد مقتدى الصدر والتيار الصدري مأسور لقاعدة سياسية ومجتمعية واسعة في داخل العراق. هذا طبعا التيار من كسر خطوط حمر، منها على سبيل المثال حكومة التوافق أو القبول بالسلاح المنفلت أو القبول يعني ملفات كثيرة طرحها التيار، وبالتالي توافق التيار شوفه لن يتعدى هذه الخطوط الحمر. وهنا الإشكالية التي يرى الإطار أن هذه ليست خطوط حمراء وإنما هي خطوط طبيعية واستحقاقات يعني سياسية. هنا الخلاف الكبير في هذا الموضوع.